السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدخل في الموضوع على طول. تخيل عندك ابن مقرر له عملية قلب مفتوح قيمتها 50,000 ريال وما عندك هذا المبلغ، كيف شعورك؟ وانتي كيف شعورك؟ أقسم بالله الأرض ما تشيلك. جمعية الرعاية الصحية بمكة المكرمة قائمة على هذا الأمر. الأطفال اللي ولدوا وعندهم تشوهات في القلب، عندهم ثقب في القلب، عندهم أمراض قلبية تحتاج عمليات قلب مفتوح، وسموا هذه المبادرة كشف كربة. أقسم بالله أنا عندي كربة وأنت عندك كربة، وكل واحد منا يبغى الله عز وجل يفرج عنه وينفس عنه كربته. فبمقابل فعلك وتنفيسك للكرب الله يفرج عنك وينفس كربتك. هذا ولد اسمه محمد عبد الرحمن مقرر له عملية قلب مفتوح قيمة 50,000 ريال. فرح أبوه، فرح أمه، خليك سبب في شفاء هذا الموضوع اللي تكلم عنه أخوي عبد الله قبل فترة. أنا تكلمت عنه، هذا الطفل محمد عبد الرحمن اللي يعاني من تشوه في القلب، أبشركم جمع له قرابة 11,200 ريال، ويتبقى حتى تقام هذه العملية لهذا الطفل قرابة إخواني 38,800 ريال. مين ينفس كربه إلا أنتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. إخواني كلنا عندنا هموم، كلنا عندنا كروب، تريد أن ينفس الله عز وجل عنك الهموم والكروب؟ نفس عن إخوانك، نفس عن هذا الطفل اللي عنده تشوه في القلب ويحتاج إلى 50,000 حتى يجري هذه العملية. أسأل الله مع هذا الأذان يفرج الله عز وجل همومكم وكروبكم يا رب العالمين. أنا بنزل لكم إعلانهم اليوم يا أخواني، نبغى نقفل هذه الحالة.